وبنوصل لمشاهدينا لفقرة تكنولوجي مع جاد الخطيب اللي بقي لآخر لحظة تحت الهواء عم بكبس زرار التليفون. صباح الخير. صباح الخير. هيدي إلها علاقة بموضوعنا اليوم؟ إيه أكيد، لأنه بدنا نحكي عن أسامي كبيرة بعالم التكنولوجي صعبة حفظها، مع تعدد الأسامي دائماً أنا عندي صعوبة بيرسونلي بالأسامي، فدائماً بتأكد من صحة الخبر وبتأكد إنه الاسم يكون مظبوط 100%. ملفوظ بشكل صحيح. إيه بس في اسم وحيد عم بيكبر كثير وعم بتخطى على بقية الأسامي، اللي هو إيلون ماسك، وهو صاحب أكبر 3 شركات بالعالم، تسلا يلي هي حالياً عم تجتاح الاقتصاد العالمي، إذا كان عم بيكون هو مقتحم لاقتصاد البترول واقتصاد سوق البنزين من وراء السيارات الإلكترونية يلي عم بفوتها على العالم بأسعار رخيصة جداً. ومؤخراً حوالي أسبوع كشف عن موديل تسلا موديل 3، نعم، اللي هي تعد من أحدث أنواع السيارات الإلكترونية البديلة، وهذه الطاقة يلي عم بتكون ديستربتيف، هذا الاسم يلي دائما بعدوه ديستربتيف تكنولوجي، وهذا الاسم بيكون يعني عم بيقتحم أفكار تانية، والسعر طبعاً عم بيكون كمان متنافس جداً. هنحكي شوي أكثر كمان عن سبيس أكس يلي هو كمان صاحب هيدي الشركة إيلون ماسك. سبيس أكس كمان هي عم تجتاح عالم الفضاء وناسا، وعم تتعاون مع ناسا أكيد، ولكن التكنولوجيا اللي عم تطلع من سبيس أكس متقدمة أكثر حالياً من التكنولوجيا عم تطلع فيها ناسا، لأنه اختصاصاتهم مختلفة. ولكن هنحكي أكثر عن الصاروخ يلي يقدر يعمل مثل نوع من الغط أو اللاندينج بدل ما يعمل بس تيك اوف، كمان إيلون ماسك صاحبه، وكمان بيتدخل بعدة شركات تانية. الخبرية الأولى هي عن السبيس اكس روكت لاندينج اللي صار على المنصة البحرية بوسط البحر، وهيدا الاكتشاف أو هيدا التقدم بعالم التكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا الصواريخ هي تعد من الأول من نوعها، وكانت قامت بتجارب من حوالي 3 أشهر، حكينا عنها كمان بتكنولوجي، على صاروخ قدر يحط بمحل ما هو أقلع منه، ولكن من بعد كثير محاولات أدائت بالفشل قدرت توصل لحط سليم على المنصة الأرضية اللي موجودة عادة بهيوستن، ولكن وبكاليفورنيا كمان صار عندهم سبيس اكس. أما حنشوف اليوم المنصة البحرية الدرون يلي فيه من أي محل بالبحر يقدر يكون عم يعمل تجارب للانفجارات ما تأذي اللي حواليها. ننتقل للفيديو الأصلي المتاخد من سبيس اكس تراي اللي عم نشوف هون، بنسمع بعدين الأصوات. هذه تجارب قاموا فيها؟ لا لا، هيدي ايه، هيدي من بعد تجارب عديدة فبقت بالفشل، هون عم نشوف التجربة الأخيرة يلي زبطت فيها. رائع، عم نشوف هون الفرح على الفريق وكل اللي عم بيحضروا هذا الحدث التاريخي بسبيس اكس روكت لاندينج. يعني تخيل اللي شفناه نحن، كان عم نعمل ريوايند. هيدي المنصة وسط البحر؟ هيدي منصة درون بسموها، إذا عم تشوف عم تتحرك بحرية مانا متصلة بالشيء. فظيعة فعلا، تقدم كبير بعالم الصواريخ، وخاصة إيلون ماسك يعني هالرجل يلي عمل كمان هايبر لوب، هلا تحت هايبر لوب يلي هو يعني ماشي بخطى نيكولا تسلا 100% بالنسبة للاختراعات والمجالات اللي أبدع فيها. عم بكون مبادر و رائد. حتى يكرموا لازم يعملوا كمان مطار باسمه. ايه مش غلط، هلا عم بيعمل كثير قصص، يعني ما عم بلحق لما هيز فيري بيزي مان، وكمان هلا طلع هدي جوسب هيك تكنولوجي تفرغ اكثر هيك اوريدي عنده 4 اولاد، يعني فمنا هيني ابدا تعمل بهالشركات، تقوم بهالشركات العديده، سبيس اكس، هايبر لوب، تسلا لحالها عندها يعني عدد كبير من المنتوجات من السيارات، حنحكي عنها كمان اليوم بالإيفنت يلي كمان طلع فيه من الأسبوع الماضي، كشف عن 4 أنواع من السيارات الكهربائية، حنشوف كمان أكثر عنها، وحنتحدث كمان عن الإيكو سيستم تبعها أو النظام التعبئة يلي هو عم بيقوم فيها بالعالم. الخبرية الثانية اليوم هي كمان إلكترونيك، وعم نحكي عن إمبلانت، إلكترونيك إمبلانت ممكن ينحط بالجسم ويساعد الإنسان على المشي من وراء النبضات الكهربائية والكيميائية يلي بيعطيها، يلي هي معمولة من البلاستيك أو من السيليكون والكهرباء البديلة
يلي بتنحط من خلال البلاتينوم. هنشوف اكثر هذا الجهاز الصغير يلي بنزرع بعضلات الظهر وجوا بين فقرات الظهر، وبقدر يوصل هيدي الاعصاب بين بعضها، وبيكون عم بيعطي منطل نوع التحدث ومع بعض بطريقه الكتروكهربائيه صغيره ما بيقدر يرفضها الجسم، لانه في كثير انواع من هيدي الوصلات مثل ما بنقول بين الاعصاب ما بتقبلها الجسم، في التهابات او مرض اقوى يعتبرها جسم غريب. صح، مجموعه من البروفيسوريه السويسريين طلعوا بهذا الاكتشاف. حنشوف فيديو بيشرح اكثر عن هذا الاكتشاف الكبير. Neural implants are systems designed to study and treat the injured nervous system. The most popular one is the cochlear implant that restores hearing. هون عم تشوف ستيفاني لاكور بروفيسور بجامعة سويسرا عم تحكي أكثر عن هذا الجهاز يلي هو يعد يعد رقيقي جدا، معمول من السيليكون يلي بيتقبله الجسم، وداخله بقلبه بلاتينوم والذهب، وبيعمل مثل نبضات ستيميوليشن بيعمل نبضات كهربائية وكيميائية بنفس الوقت من خلال مايكرو تشانلز. أو يساعد هالفيران. أي الله يساعد هالفئلت. نفس الشيء أنا عم شوفه ما أهضمه لأنه عم يمشون يا حرام. وبدون ما يأذوا الفقرات الظهر، مثل ما شفنا عملوا تجارب على فئران كمان ما عندها القدرة كانت تمشي ولا بارلايز، صارت قدرة، صار عندها القدرة تمشي. هذا يعني مثل ليب بسموه بعالم الطب، تكنولوجيا الطب، ثورة كبيرة. واسم هذا الجهاز إيديورا لأنه إلكترود ديورنس، يعني دواء مع شوك كهربائي. اكزاكتلي، هدول المايكرو تشانلز أو المنصات الصغيرة بتمد الكيميكلز يلي هن بدهم يحطوها مع هالأدوية بقلب هيدي الكيميكلز، وبيعملوا مثل نبضات كهربائية معها، بيحددوا تماما وين بدهم هالدواء exactly وين تنزل، وبصير عم بيقوم بعملية وصل بين هيدي الأعصاب. وهيدا يعد من يعني من أحدث شيء كنا عم نشوف كثير يعني exoskeleton systems او الاجهزه اللي بتتركب على الجسم خارجية بتشغل الجسم. صح. هون عم نشتغل من الداخل، من الاساس. اكزاكتلي وعلى شيء كثير صغير. حلو كثير، انا كثير بحب هيدا يعني هيدا العالم من التكنولوجيا يلي بيدخل بعالم الطب وبيساعد الانسان. نعم. على يكون متقدم كثير بحياته. الفكره الثالثه هي بنرجع لإيلون ماسك، لانه مثل ما ذكرنا عم بيكون الأفكار كثيرة. exactly. حنتحدث أكثر عن تسلا موديل 3 وحنركز على السيارات الثانية، ولكن تركيز أكثر عن تسلا موديل 3، السيارة الرائعة اللي فيها كل الأوبشنز وكل القصص اللي بدنا إياها بالسيارة الحديثة على سعر كثير رخيص. تشوفها بلبنان هالسيارة؟ هلا عم نشوف، حنحكي أكثر عن الفاكتوري اللي عم بيعملها. لأقول لك ليه، لأنه عنده هو مثل محطة مش بنزين، محطة كهرباء بتقدر تولد الكهرباء، بتقدر تشحن هذه السيارات. يعني بتشوفها بصربيا بلد الأم لتسلا. صح. يعني 100% رح تكره السوق، وحتى بصربيا ببعض الدول الأوروبية، ولكن ما بتذكر مزبوط. إذا شفتها على الطرقات مزبوط. اللبنانية. لا أبداً. هلا في عنا نحن منا على صغير، في عنا مفكرين نحن بلبنان. نعم. بيعملوا منا شحن، ولكن مش على نطاق كبير، مش على نطاق براند مثل تسلا، ولكن تسلا عم بيعمل مثل عقود مع بلدان كبيره، وقتل حنشوف هلا بالتقرير تبعنا رح نحطه من فيديو تسلا كمان على المحطه الجيجا فاكتوري اللي عم بيعملها، يسميها جيجا فاكتوري لانه اخر شيء بتخرج عدد كبير من شحنات الكهرباء. نعم. اللي حتكبر بانحاء العالم بطريقه كثير سريعه. هلا نشوف الاعداد الهائله اللي عم يتعرض لها. اول شيء بلش بالرودستر بالمؤتمر تبعه، هو حديثه كثير مهضوم ولذيذ. هذا ايلون ماسك شاب. ايه شاب وسنجل وسنجل بس عنده باكج مهم، يعني اربع اولاد. هون عم نشوف الموديل اس يلي اثنيناتهم عم بيقول إيلون ماسك انه الارباح تبعيتها بدنا نركز عليها لنطلع بموديل 3. First of all, I want to start off by saying the Model 3 is going to be an incredibly safe car.
آمنة جدا. بتشبه البورش الصغيرة كثير، بتشبه يعني سيارة شكلا حديث جدا، الايروديناميك اللي فيها كأنه عم نحكي نحن بين البورش وبين الأستون مارتن، وديزاين تبعها كثير حلو، مستوى تبعها كثير حلو مثل ما بنشوف، حتى التشارج تبعها 215 مايل بير تشارج، يعني هيدا عم نحكي نحن التشارج اللي بياخذ من الوقت، ما حدد تقريبا بعد قد ايه بياخذ، ولكن بطاريات تسلا تعد من احدث بطاريات العالم اللي بيستعملوا الليثيوم ايون. طبعا الاوتو بايلوت هاردوير يعني فيها كمان اوتو بايلوت السياره، مش اوتو بايلوت العادي للسرعه، ولكن اوتو بايلوت عم نحكي نحن على جي بي اس سيستم بيقدر يتحرك فيها السياره، هي احدث تكنولوجيا. حتى الحجم الموجود الساعة اللي بقلب هذه السيارة كمان كبير، يعني قدر يعمل مثل بالانس أو مثل نوع من التنظيم بين الساعة وبين التكنولوجيا وأداء السيارة. عنده سوبر تشارجينج ستاندرد اللي هو السريع السريع. هون عم نحكي عن التشارجينج ستيشنز لهلا في 3689، ب 2016 كوادربل ذا نمبر مثل ما قال، حتى 15 واكثر بيوصل لل 25000. حاليا في عنده 215 محل ليقدر يشحن هذه السيارات، حيصير 715. Almost 500,000 cars a year. هو أمريكي الأصل؟ هو لا، هو صربي. صربي كمان. أمريكي. 500,000. In order to produce half million factory. Year, هون الفاكتوري الكبيره اللي حكى عنها كمان بالمؤتمر الصحفي تبعي هي جيجا فاكتوري سميها، لأنه هي تنتج الجيجا باورز. وين هالمصانع؟ هيدي بأمريكا بالولايات المتحدة. دليفري بتقوم بتسليم 2017. السوق الامريكي هلا من حول العالم وسعرها 35 دولار بس. واو. يعني هلا حنحكي اكزاكتلي شوف قد ايه الطلب. طلعت حاليا البرزنتيشن روعه، الدولة بس بيعرف. توصل لعنا ايه عن جد الدولة. لا يعني هذه إلا جمهور خاص. طلع total number of orders 115. هذه من الجمعة هلأ صار يوصل للمليون، وعم بيقول إنه إحنا ما حنقدر نعمل delivery لل 2017، ما عم بيلحقوا. ب 24 ساعة صار في 115,000 طلب على هالسيارة. Exactly. You can order online. وهي من حوالي أسبوع، فصاروا هلا صار وصل تخطى ال 500,000 طلب على هالسيارة. فعلا فظيعة. وعم بيقولوا إنه ما حيقدر هو يلحق طلبيات 2017. وبتشوف هون قد ليش العالم البترول والبنزين عم بيقشط من ورا هالديسربتيف تكنولوجيز اللي عم بيطلعوا. طبعا ما يمكن مع صدمة أو مفاجأة، لأنه ما توقعوا هيك بسرعة. Exactly. والمجتمع وحتى الدولة الأمريكية عم تدعم هيك أنواع لتقدر تكون من الطاقة البديلة بعدة مجالات. وهيدي إيلون ماسك يلي كان هو رائد وبايونير بفكره، قدر يخترق هيدا السوق ويجتاح بهالطريقة. ثانك يو جاد. أخبار كثير حلوة اليوم بتكنولوجي، بتبشر إنه قد إيه راحتنا. صح. هي ده الهم الأول لهالصانعين والمخترعين. 100%. وقفة قصيرة مشاهدينا، ومن بعدها بنرجع لفاميلي، واليوم حلقتنا مخصصة للأمهات، إن كنتوا بتهتموا بالمنزل أو أمهات عاملات، كيف ممكن نتعاطى مع ضغوطات اليومية والستريس النفسي ونحوله لسلاسة ومرح.